يا لهوي يا جميل، الابتسامة اللي منورة وشك في كل صورك المنتشرة على السوشيال ميديا مع كل الناس اللي بتحبك مش لازم تفرقك أبدا، ولازم تفهم إن أنا طول الوقت جنبك، والمهنة اللي أنت فيها دي إن شاء الله مع الوقت هتحول لمنحة، أنت عارف إن ربنا بيختبر الناس اللي بيحبوهم، وإحنا كلنا كسبنا أخ اسمه محمد سمير. حابب اقول لاخويا الصغير محمد سمير الف سلام عليك حمصه، وربنا يجعلها في ميزان حسناتك ان شاء الله، ويحط عنك بيها سيئه يوم القيامه ان شاء الله حبيبي، والف سلام عليك. اولا الف مليون سلام عليك يا محمد، يا رب يشفيك ويعافيك. ثانيا، لما كنا بنفعل النادي الاهلي زمان او بنروح مبارياته، كان اهالينا دايما بيقولوا لنا خلي الاهلي ينفعك، لا الاهلي دايما بينفعنا، وفي موقفك ده اثبت ومواقف كتير تانية ان النادي الاهلي عمره ما بيسيب ولاده ابدا، سواء مجلس اداره او جمهور او اي حد ينتمي للمنظومه بتاعه النادي الاهلي. ربنا يشفيك ويعافيك يا رب، ويجعله خير ليك، وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. ربنا يكتب لك السلامه ويشفيك ويعافيك يا رب. ألف سلامة يا محمد، ربنا يشفيك ويعافيك يا رب، ويثبت قلبك على الرضا كده ويديم ضحكتك الحلوة دي. عاوز أقول لك إن كلنا إخواتك وكلنا بنحبك وبندعمك، وبإذن الله تقوم بالسلامة يا بطل، والأهلي إن شاء الله يكسب أفريقيا السنة دي ونشوفك ماسك الكاس بتاعها. ألف سلامة حمص. محمد يا سمير، حبيت اقول لك الف سلامه عليك. اعرف بس ان المؤمن مصاب، وده ابتلاء كبير قوي من ربنا. ان شاء الله هنعديه كلنا، عائله الاهلي كلها في ظهرك ومعاك، جمهور ولاعيبه واداريين واداره، كل الناس كل الالعاب، كل الرياضيين في النادي الاهلي وراك وفي ظهرك، وعارف ان احنا وراك ومش هنسيبك لحد ان شاء الله ما تعدي الازمه ديت على خير. والف سلامه عليك يا بطل. الف سلامه عليك يا محمد يوسف، واحنا كلنا وراك وكلنا في ظهرك وكلنا بندعي لك، واي حاجه تحتاجها احنا عيننا ليك. والف سلام عليكم. بقول لمحمد سمير، فكروا بالحديث الشريف ان الله اذا احب عبدا ابتلاه، واضح من حب الناس ليه ان ربنا بيحبه. ان انا شفت شاب جميل بضحكه جميله بنفس راضيه، قد ايه الرضا الكبير بقضاء ربنا، وقد ايه الشجاعه في المحنه. عايز اقول له انا كهلاوي فخور بيك، والنادي الاهلي فخور بيك، انت تستحق ان النادي الاهلي يبقى فخور بيك. انت شاب جميل، ربنا معاك يا بطل، وكلنا معاك. دل على السلامة يا حماصة، وربنا يتمم شفاك يا رب على خير، وترجع لنا كده وترجع وسط صفوفنا مشجعين الاهلي. انت راجل واحنا كلنا فخورين بيك وفخورين بالرضا اللي انت فيه، ويعني بجد انت ممكن تبقى اقوى واحد انا اعرفه، ومستنينك على خير بقى ان شاء الله نشوف ماتشات الاهلي مع بعض ان شاء الله، اللي بيجمعنا كلنا وبيعرفنا على الناس الحلوة اللي زيك. الحمد لله على سلامتك. رسالة لأخويا وحبيبي محمد سمير، اللي أنا انبسطت جدا إن أنا كلمته النهاردة واطمنت عليه، وربنا يومك بالسلامة يا محمد. وأنا انبسطت جدا إن أنا شفت ضحكتك، طبعا كان في دعم كبير جدا من مجلس إدارة النادي الأهلي ولاعيبة النادي الأهلي اللي جات لك لحد المستشفى وشافتك، وطبعا ده الطبيعي بتاع جمهور النادي الأهلي أو أسرة النادي الأهلي اللي إحنا دايما بنتكلم عنها. ربنا يومك بالسلامة، وبإذن الله بإذن الله نشوفك في المدرج تاني. أنت حد جميل جدا جدا، وأنا كلمتك يعني شفت في عينيك الابتسامة والرضا، فربنا يكرمك أكتر وأكتر ونشوفك تاني في المدرج بإذن الله، وتقوم بألف ألف سلام.